النهاردة جايبه لكم وصفة بجد تحفة، حاجة كده جميلة جدا تتشرب مع القهوة النسكافيه الشاي، بجد حلوة جدا. بسكوت بالعجوة، بصوا ما شاء الله طري طري جدا من جوه، وما شاء الله تحسي كده ان طعمه مقرمش كده، حاجة حلوة قوي وبطريقة سهلة جدا جدا ومش مكلفة خالص. لو حابة تعرفي الطريقة تابع معايا الفيديو الاخر وانتي مش هتندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة ان شاء الله بإذن الله هيعجبكم. النهاردة هنعمل بسكوت العجوة، حاجة كده حلوة نفطر بها الصبح مع كوباية شاي بلبن، وهتدينا طاقة مع نسكافيه قهوة زي ما انت عايزة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده العجوة بتدي طاقة حلوة جدا في الشتاء ده بقى وبتدفي. عندي هنا عجوة طبعا عاملاها بالقطعة زبدة صغيرة، وحط عليها كمان قرفة عشان انا بحبها جدا بالقرفة. وعندي هنا كوباية ونص سكر بودرة. عندي هنا كمان 3 معالق لبن نيدو، وعندي نص كوباية لبن عادي اهو، وعندي بيضاية، وعندي بيكنج باودر وفانيليا، وعندي 3 معالق نشا، وعندي كوباية زبدة، وعندي هنا 3 كوبايات ونص دقيق، 3 ونص زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا بنعاير بالكوبايه الشاي، الكوبايه ديت الكوبايه الصغيره. تمام كده هنبتدي نعمل الوصفه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب البوله ونبتدي نعمل الوصفه بتاعتنا الجميله ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. هنحط الزبده، بسم الله، وهنحط كمان السكر، وهنخلطهم كويس جدا مع بعض لحد ما يصبحوا معانا كده يبقوا ايه زي الكريمه. بسم الله. هضربهم وهرجع اوريكم شكلهم عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين كده بصوا عامله زي الكريمه ازاي اهي. دلوقتي هنزل البيضه، بسم الله الرحمن الرحيم، واخلطها تاني. زي ما انتم شايفين كده انا هنزل الدقيق بعد ما ضربت الزبده مع البيض مع السكر. هنزل كده، وهنزل بقى كمان اللبن النيدو والنشا، بيكنج باودر وفانيليا، معلقه مش الكيس كله يعني. بسم الله. طبعا وهنزل النص كوبايه لبن، هعجنهم كويس قوي وهرجع لكم. زي ما انتم شايفين كده انا دعكتها وعجنتها وما حطيتش عليها اي اضافات تانية. زي ما انتوا شفتوا حطينا كل المقادير بتاعتنا وطلعت مظبوطة. بصوا كده البسكوت بقى جاهز عندي، بصوا عامل ازاي حلو قوي اهي. هنبتدي بقى نشكله زي ما احنا عايزين. زي ما انتوا شايفين كده انا هفرد العجينة بتاعتي كده، احط من العجوة، بسم الله الرحمن الرحيم كده، وتتأكدي ان هي ايه مقفولة. بصوا مقفولة خالص اهي. كده
او بالسكينة، ممكن بتتعب السكين دي كده، اهي اهي كده، هضغط عليها بالشوكة كده. دي كده زي ما انتوا شايفين كده، خلصت الصينية. هبتدي بقى عندي هنا صفار، زي ما انتوا شايفين كده صفار بيضة، هحط فيها شوية فانيليا وهخلطها كويس جدا. اهي بالفرشة بقى هدهن ايه الوش. بسم الله. كده هدهن الوش كده وهروح مدخله الفرن. رجعت لكم بعد ما خلصت البسكوت وطلعته من الفرنه، زي ما انتم شايفين كده عملت منه اللي احنا عملناه سوا، وفضلت شويه عجينه. طبعا عملتهم مدور كده يبقى شكلين كده حلوين عملناهم. بسم الله ما شاء الله حلو جدا، بصوا وطري ازاي، بصوا بصوا من جوه بقى سخن وجميل ازاي، ما شاء الله حلو جدا. طعمه ما شاء الله من بره مقرمش ومن جوه طري، يعني تحفة بجد تحفة. وكمان اللي محليه القرفة مديله طعم حلو، والفانيليا لما حطيناها على الوش في البيض مديها ريحة حلوة، مش مديها ريحة زفارة خالص. بجد بجد تحفة تحفة تحفة، بتمنى تجربوه. وبالمقادير بتاعتي اللي انا عاملاها، يا رب يكون النهاردة الفيديو عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.